هذا أقدم واحد اللي تيدير الفريز في 1950. أولا التعريف بهذه المنطقة وخصوصا جهة الغرب وطنيا ودوليا، وكذلك التعريف بالأهمية ديالها الاقتصادية والسياحية والثقافية. هناك كذلك بعد أو شق اجتماعي، لأنه تخدم واحد اليد عاملة مهمة، بالإضافة إلى شق اقتصادي، لأنه من خلال المهرجان تنحس الفلاحين المستثمرين يطوروا وسائل الإنتاج سواء في الضيعات أو محطات التلفيف والتجميد. لا لا تخدم، شوف خلي شوف اش كتخلي. عامتي نقص المنتوجات والجوده، ما نهضروش على هذيك، راه الجوده عاليه عندنا دابا حاليا، راه كاين البريكس 10 و3 الحمد لله، وراه 7 راه مزيان، وراه 13 دابا كاين الحمد لله الجوده عاليه. ولكن المشكل اللي كاينه هي الناس المسؤولين، كيكون شي مشكل عندنا ما تيسولوش فينا، هذه وحده ياك. وقضيه ديال داكشي المواد اللي تنستهلكوا، الثمن ديالها كيرتفع، وحنا هذا الشيء اللي تنبيعوا تنقص بالنسبه للمنتوج ديالنا، حنا تنقص بالنسبه للثمن، والطوناج راه ما كايناش. متميز في كل الدورات، ايضا في هذه الدوره حاضر. التصدير عندنا شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 مزيان، كيولي لهاد الاوروبا ديال ما كنحيدوا من اوروبا، يولي فري، كيكون عندنا شويه الانتاج هذا اسميه الثمن ناقص، الثمن ناقص، ومن شهر 11 و12 كيكون فري مزيان، كيكون الثمن مزيان.